ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. مثل ما قريتوا بالتايتل اليوم ما رح استعمل تليفوني، ممنوع احكي باسم، ممنوع احكي حدا. والسبب ليه قررت اعمل هيدا التحدي لانه فتت امبارح على السكرين تايم تبعي ولقيت انه انا بقعد تقريبا 9 ساعات بالنهار على ماي فون، وهيدا الشيء بفتكر كلنا فينا نوافق انه منه شيء طبيعي. وكنت عم فكر انه قد ايه كان فيني اكون برودكتيف اكثر بهالتسع ساعات اللي انا عم بقضيهم على تليفوني اذا كنت عم بعمل شيء ثاني. وزياده بفتكر انه التليفون بيجيب لنا شوي ستريس على حياتنا، فانا كثير ستريسد هالفتره. حتى جمعه الماضي ما نزلت يوتيوب فيديو مثل ما عرفتوا لانه ما كنت كثير منيحه. فتنشوف اذا هيدا التحدي رح يفيدني اذا اهلنا عايشوا سنين بلا مكا. Anyway، اذا اهلنا عايشوا سنين بلا تليفونات فينا نعيش نهار بلا تليفون، فيني شد حالي انف انه نعيش نهار بلا تليفون. رح اشتاق شوي لباسم بعرف، بس معلي. Anyway، هيدا تليفوني رح روح اعطيه هلا لخيي وقول له انه بكره بيرد لي. اوكي ليتس جو. عم صورك. بدي اعطيك تليفوني واقول لك انه بكره بدك ترد لي. باي. اول سب النهار رح يكون الحمام. بدي اقول ثانك يو كثير لماما ايرث فور سبونسرينج ذس فيديو. البرودكتس اللي رح كون عم بستعملهم هن الاونيون هير ماسك واونيون شامبو. قلت بصل، في بصل بقلب شامبو وما ريحته بشعة. انا كمان استغربت بس قريت شامبو فيه بصل بس بعدين قريت شوي عنه ولقيت انه بقوي الهير فوليكلز فبقوي الشعر. هيدا هو الشامبو وهيدا الهير ماسك. هول البرودكتس معمولين خصوصي لهر الشعر، وانا لانه عامل كتير ستريس كتير عم بهر شعري، وزيادة هلأ السيزن انه يهر الشعر، فكتير كنت عايزة هول البرودكتس وكتير عم بفيدوني. مش كل ما اتحمم بحط الماسك، بس today is the day انه عم نهتم بحالنا. اوكي انا عم بحط البرودكت، رح كون عم خبركن شوي عنه. اللي حبيته بهالشامبو انه نحنا كتير منحط مصاري تنروح عند الكوافير ونعمل تريتمنت لشعرنا، بس هيدا الشامبو اول شي منه غالي باي ذا واي، كتير افوردبل البرايسز تبع ماما ايرث. تاني شي كانه عم تعملوا تريتمنت لانه فيهم كيراتين، فيه فيتامين بي 5، فيه فيتامين اي، يعني فيه كتير قصص منيحه للشعر موجوده فيهم. اللي حبيته بهال البراند ان جنرال يعني ماما ايرث مش بس هو الاونيون رينج، هو انه اول شيء they recycle، بيجربوا قد ما فيهم انه ما يكون في ويست. ثاني شيء ما بيجربوا their products على animals so it's cruelty free، which ما بفهم اصلا ليش كانوا يجربوا على animals، it doesn't make sense to me. وثالث شيء هو انه it's dermatologically tested، فاذا بدكم تجيبوا من هول البرودكتس رح يكون في لينكس بالدسكربشن وفيكم تستعملوا كود جوا20 ليطلع لكم 20% discount على الويب سايت تبع دبي. وغير الويب سايت كمان فيكم تلاقوا ماما ايرث على امازون، بنون وبلولو هايبر ماركت يو اي اي. انا هلا فيت اتحمم وبرجع لكم. هيدا شعري من بعد الحمام. اونستلي انا كثير مبسوطه بالريزلتس، ليترلي ما نعمت لهم فير، هن هيك. سو ثانك يو ماما ايرث. anyway امبارح كنا انا ورفيقتي وعلى اساس جايه تعمل صبحيه عندي تنشرب نسكافيه، صارت الساعه 12 بعد ما اجت رفيقتي، فقررت استفيد من وقتي هيك ما فيني ضيعه على التليفون. قلت خليني اكون برودكتيف وروح عند الخياط لان عندي شي 5 بانتس لهم شي شهر بالسياره لازم روح ضيقهم وما عم روح ضيقهم، فرح روح هلا. ليتس جو. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. رح اعمل شي هلا، الي شي جمعتين عم باجله لان صار كتير سقعه، مش انه كتير سقعه بس انه سقعت اسمه بقى فيني البس صيفي، وكل تيبل شتويه فوق فلازم زبط خزانتي. I need to organize my closet. بعرف انه كتير رح ياخد وقت بس عنا كتير وقت لان ما معنا تليفون. باي ذا واي نزل البوم تايلور سويفت وانا كتير بحبها لتايلور سويفت، نزل اليوم بعد ما سمعته عم فكر انه اجيب اللابتوب واسمع الالبوم، ما بكون عم بزعبر. I hear you breathe but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun?
Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you. Update خلصت الخزانة. بدنا نقول thank you لميرا لأن لو ما هي كنت خلصت بعد شي 50 ساعة. رح فرجيكم هلأ the final product. جربنا قد ما فينا انه تكون مرتبة ويساع كل شيء. في اشياء ما ساعت بس حطينا هون بغير خزانات. وهون مفروض يكون في شوز اللي لبستهم انا هلا. والله شو حنعمل هلا بشوفكم بعد شوي. بحب خبركم انه صارت الساعه 5 وانا ماني عارفه وبعدني ماني اكله وماني حتى جوعانه بس رح ناكل لان لازم. لو معي تليفوني هلا كنت قلت لحالي انه اشتغلت كتير اليوم رح ياخد بريك هلأ شي ساعتين. بس سنس ما معي تليفوني ورح اشتغل بستوديو الشي اللي رح اشتغله اليوم يجولي بياخد معي شي 3 ساعات لأنه شوي بلتهي. فرح نشوف إذا ما بلتهي قدي حياخد معي وقت. هلأ ساعة 6:08 دقايق على القد. رح نشوف أي ساعة رح خلص الشي اللي عم بعمله. Guys, قررت اشتغل نص الشغل لانه كتير عم يجعوني عيوني. بس لو عملت كل الشغل كان رح يكون عم بياخدني 3 ساعات اذا معي تليفون. نص الشغل اخذني 35 دقيقة. يعني لو عملت كل شيء كان اخذني ساعة وعشر دقايق. وتنقول انه اخذت 10 دقايق بريك بين شغلة والتانية كان اخذني ساعة وعشرين دقيقة. يعني اقل من نص الوقت اللي كان رح يكون عم بياخدني لو معي تليفوني. ما عم صدق قد بضيع وقت. رح وقف شغل لليوم لانه كتير عم يجعوني عيوني. انا وخيي رحنا عملنا شوبينج هالجمعة وجبنا الجلو وما عملناهن وخيي كان كتير عباله. فقررت انه ليش ما بعمله يا هون هيك بس يجي على البيت لانه هو منه هون. هلا انا لحالي بالبيت بيكون عنده جلو. خلينا نروح نعمل جلو. Welcome back to cooking with Joa. Actually ما بده شيء الجلو. ما بعرف اذا انتم مثلي بس انا ولا مره ضايقت جلو غير على فريز. فقررنا نجيب على توت قلنا بنجربها ليش لا. نسيت كيف بيعملوا الجلو. بعرف انه بس مي بس قديش؟ كباية مي مسقعة وكباية مي سخنة. بس اول شيء بنحط السخنة. اوكي رح اعطيكم رأيي عن نهاري بلا تليفون لهلا. الشغلة الوحيدة اللي عبالي اعملها هي انه احكي مع باسم. اشتقت له كتير. غير هيك انا لحالي بالبيت فهيك شوي بزهق الموضوع. ما فيني احكي حدا. وكمان بنشكر الله انه ماني ظاهرة محل اليوم لان لو ظاهرة وما عندك جوجل مابس ما بعرف اذا بوصل. ريحته طيبة. ما عم بلاقي الميجرينج كابس فعم بستعمل an actual cup. اقول لكم بعرف اخلط بذات الوقت. اوكي حط المي المسقعة. اوكي let's do this. we're done. وهلا رح اقرا كتاب like who am I. لاحظتوا انه انا بحب اقرا. الي بركي شي 3 سنين مش قاري كتاب. بس دايما بحس انه اذا معي كتاب ومعي تليفوني رح اقعد على التليفون. نبقى منشوف in the future اذا رح كمله لهالكتاب او لا. hopefully yes. بفتكر رح ياخد بريك هلا واتفرج على الحيط عشان 10 دقايق. الساعة ماني مصورة شي لأنه كنت على يوتيوب عم بحضر فيديوز خاصهم بتايلور سويفت. إنه ما كان اللي بيحب تايلور سويفت بيعرف شو عم بحس اليوم لأنه نزلت كتير أشياء. نزلت إن ألبوم نزلت كتير أشياء فا I'm very emotional literally بكيت. مهم بما إنه كنت كتير productive اليوم حاسة إنه هلا لازم ريح حالي فعملت أفوكادو توست. رح أحضر موفي على نتفليكس. رح أحضر ليجالي بلوند 2 ولا مرة حضرته. حضرت ليجالي بلوند الأول literally هالجمعة لأول مرة. بحس الكل حاضره إلا أنا. ومن بعد ما أكل رح أعمل ماسك لوجهي هيك هيك. اليوم عم نعمل self care. وبكرة بس يرجع يصير معي ماي فون رح أعطيكم my final thoughts شو رأيي بموضوع إنه ما يكون معنا تليفون. so good night وبشوفكم بكرة. I'm exhausted. okay.
صرنا تاني نهار رجع تليفوني معي، فهلا رح اعطيكم the final thoughts شو كان رايي بهذا النهار بدون تليفون. honestly كان في اشياء منيحه وكان في اشياء مش كتير منيحه. كتير كان منيح انه كتير كنت productive وكتير شغلت بالشغل واشياء بالبيت، والاشياء المش منيحه هي انه اشتقت لباسم، اشتقت لكم انتو على انستغرام احكيكم ردات دي امس تبعكم، حط ستوريز خبركم عن نهاري. فانا شخصيا رح جرب صير استعمل تليفوني اقل، يعني اتليست بس كون مثلا عم بشتغل او عم بعمل شغله حط تليفوني على جنب بركز على الشيء اللي عم بعمله، بس انه مش كل الوقت كمان، انه بده يكون في حل وسط بالنهايه. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. جايز بدي اقول لكم انه جمعة الجاي ما حكون عم نزل فيديو لانه رح كون عم بعمل فلوج مس، فبس تحضر حالي نفسيا انه رح نزل فيديو كل يوم لشهر، فاعذروني. غير هيك بدي ارجع اقول thank you so much لماما ايرث for sponsoring this video. ما تنسوا كل اللينكس حيكونوا بالدسكريبشن. thank you so much for watching، واذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وبشوفكم very soon. bye.